نيجي للجزء العملي بتاعنا في الفصل السادس، وهو أساليب تحديد كمية الاقتصادية للشراء. هنا هنستخدم 3 أساليب في تحديد الكمية الاقتصادية، ده اللي موجود في الكتاب. لكن دكتورة نظيمة في المحاضرة قالت إن الأسلوب التاني اللي هو أسلوب الدليل الرياضي إحنا مش نستخدمه الترم دوت، او هي مش يعني مش هتكرره علينا الترم ده. فهنتكلم مع بعض دلوقتي عن الطريقة البيانية في تحديد الكمية الاقتصادية، وطريقة المعادلات الرياضية الجبرية في تحديد الكمية الاقتصادية للشراء. طيب، الطريقة الأولى وهي الطريقة البيانية او طريقة الرسم البياني، انا عايزك في الطريقة دي تحفظ لي 5 معادلات. ال5 معادلات دول المفروض ما تحفظهمش، يعني انت تبقى فاهم كل معادلة. طيب، المعادلة الأولى بتقول لي إن عدد أوامر التوريد بتساوي إجمالي الاحتياجات السنوية على حجم أمر التوريد النموذجي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما أجي أقول لك إن والله الشركة بتاعتك أو المصنع بتاعك بيحتاج سنويًا 120,000 وحدة من المواد الخام، بقى أنا سنويًا بحتاج 120,000 وحدة، يبقى ده كده إجمالي الاحتياجات السنوية. طيب، وحجم أمر التوريد النموذجي 10,000 وحدة، يعني إيه حجم أمر التوريد النموذجي؟ يعني أنت درست كده وعرفت ان الحجم الامثل لامر التوريد بتاعك يبقى 10,000 وحدة. فانا عايز اعرف انت هيبقى عدد اوامر التوريد بتاعتك في السنه قد ايه. فهتقول لي والله اجمالي الاحتياجات بتاعتي في السنه على حجم امر التوريد الواحد، حجم امر التوريد بيساوي عدد اوامر التوريد، يبقى اجمالي الاحتياجات السنويه على حجم امر التوريد بيساوي عدد اوامر التوريد. يعني لما أقول لك إن إجمالي الاحتياجات السنوية بتاعتك 120,000 وحدة من المواد الخام، وحجم أمر التوريد الواحد بيساوي 10,000 وحدة، احسب عدد أوامر التوريد. بتقوم قايل لي 120,000 وحدة اللي أنا بحتاجهم سنويا أقسمهم على حجم أمر التوريد الواحد اللي هو 10,000 وحدة. أنا في المرة الواحدة بجيب 10,000، يبقى أقول 120,000 على 10,000 يديني 12، يبقى ده عدد أوامر التوريد. يبقى أنا هعمل 12 أمر توريد خلال السنة، خلاص؟ طيب، النقطة الثانية، متوسط المخزون بيساوي حجم أمر التوريد على 2، أمر التوريد الواحد مثلا 10,000، تمام؟ هقوم قاسم ال 10,000 دول على 2، خلاص؟ حجم المخزون مثلا 2000 وشوية، بقسم ال 2000 وشوية دول على 2، يبقى ده المتوسط، خلاص. طيب، التكلفة السنوية للاحتفاظ بالمخزون، التكلفة السنوية للاحتفاظ بالمخزون بتساوي متوسط المخزون في التكلفة السنوية لتخزين الوحدة. يعني لو قلت لك دلوقتي ان تكلفة تخزين الوحدة الواحدة ماشي بيساوي 3 جنيه، وانت المخزون بتاعك متوسطه 1,000 وحدة، أو أنت بتخزن 1,000 وحدة، يبقى التكلفة السنوية للاحتفاظ بالمخزون بتقوم ضارب ال1,000 وحدة اللي أنت هتخزنهم دول بالتكلفة السنوية لتخزين الوحدة الواحدة، هيطلع لي التكلفة السنوية للاحتفاظ بالمخزون. يعني لو قلت لك تكلفة تخزين الوحدة الواحدة 3 جنيه، وأنت المخزن بتاعك فيه 1,000 وحدة، يبقى بتدفع كام تكلفة مخزون أو تكلفة احتفاظ بالمخزون؟ هقوم ضارب ال3 جنيه اللي هو تكلفة تخزين الوحدة الواحدة في متوسط المخزون اللي هو 1,000 وحدة، هيديني 3,000، خلاص؟ يبقى التكلفة السنوية للاحتفاظ بالمخزون بتساوي متوسط المخزون اللي عندك بضربه في التكلفة السنوية لتخزين الوحدة الواحدة. طيب، المعادلة اللي بعدها تكلفة الشراء أو تكلفة التوريد السنوية بيساوي عدد أوامر الشراء في تكلفة إصدار أمر التوريد الواحد. أنت دلوقتي
في المثال اللي قلناه فوق، إن لما قلت لك إجمالي احتياجاتك 120,000 وحدة وحجم أمر التوريد النموذجي 10,000 وحدة، قمت تقاسم ال 120,000 وحدة على 10,000 وحدة طلع لك 12 أمر توريد. يبقى أنت هتعمل كام أمر توريد خلال السنة دي؟ 12 أمر توريد. طيب أنت أمر التوريد الواحد بيكلفك مثلا 200 جنيه، طيب تقوم ضارب 12 أمر التوريد دول في ال 200 جنيه اللي هي تكلفة إصدار الأمر الواحد، هيديك تكلفة التوريد السنوية. خلاص، يبقى تكلفة التوريد السنوية بتساوي عدد أوامر الشراء كلها خلال السنة، أنت هتطلب كم مرة أو هتعمل كم أمر توريد؟ مثلا 12. طيب تكلفة الأمر الواحد كام؟ 2 جنيه، يبقى هم قايل 12 في 2. طبعا تكلفة إصدار الأمر الواحد مش 2 جنيه، تبقى مثلا 200,000 أو كده، يبقى عدد أوامر الشراء في تكلفة إصدار الأمر الواحد، يبقى ده يديني تكلفة الشراء أو التوريد السنوية. طيب التكلفة الكلية بقى أو إجمالي التكاليف اللي أنت هتتحملها بتساوي التكلفة الكلية للاحتفاظ بالمخزون زائد إجمالي التكلفة السنوية للشراء. تمام؟ طيب طب التكلفة السنوية للشراء دي أو إجمالي تكلفة الشراء اللي هي دي، تكلفة الشراء أهي بتساوي عدد أوامر الشراء في تكلفة إصدار الأمر الواحد. التكلفة السنوية للاحتفاظ بالمخزون اللي هي في المعادلة دي، التكلفة السنوية الكلية للاحتفاظ بالمخزون بتساوي متوسط المخزون في التكلفة السنوية لتخزين الوحدة الواحدة. خلاص، يبقى أنت عندك هنا 5 معادلات المفروض تبقى فاهمهم عشان ما تضطرش إنك تحفظهم وتحل بيهم المعادلة. طيب يبقى من العرض السابق يمكن الوصول إلى النتائج التالية، قال لي هناك علاقة مباشرة بين عدد مرات الشراء وبين التكلفة الإجمالية للشراء، فكلما زاد عدد الأوامر زادت تكلفة الشراء. يعني إيه الكلام ده؟ أنت لما تطلب المنتجات بتاعتك كلها أو المادة الخام بتاعتك كلها على مرة واحدة بأمر توريد واحد، يبقى هتتحمل تكلفة التوريد قد إيه؟ مرة واحدة. طيب لما تقسم الكمية اللي أنت عايزها على مرتين هتتحمل تكلفة التوريد مرتين. طيب لما تقسمها على عدد أكتر من مرات التوريد أو عدد أكبر من أوامر التوريد، يبقى هتتكلف تكلفة الشراء بتاعتك هتزيد. يبقى كل ما زاد عدد أوامر التوريد كل ما هتزيد التكلفة بتاعة الشراء. طيب وفي نفس الوقت أنت لما بتزود عدد أوامر الشراء بتقلل هنا كمية الشراء، أنت كده كده بتحتاج سنويا 120,000 وحدة، لو طلبتهم على مرة واحدة هيجولك في مرة واحدة، لو طلبتهم على مرتين يبقى ال 120,000 دول هتقسمهم هيبقوا 60,000 وحدة. خلاص، لو على مرتين هيبقوا 60,000 وحدة. يبقى هنا عندك لما بتقلل أو بتزود عدد أوامر الشراء كمية الشراء في الأمر الواحد بتقل. خلاص، وبالتالي تكلفة المخزون بتقل أو تكلفة التخزين بتقل، لما أخزن مثلا 120,000 وحدة غير لما أخزن 60,000 وحدة واستهلكهم وبعد كده أجيب 60,000 كمان. تمام، نفس الكلام. طب أنا ما عملتش أمرين توريد، عملت 4، يبقى ال 120,000 وحدة دول قسمتهم على 4 أوامر توريد، يبقى كل أمر توريد فيهم ب 30,000 وحدة. خلاص، ال 30,000 وحدة دول اللي أنت هتخزنهم عندك هتخزن 30,000 وحدة ويخلصوا وتطلب 30,000 وحدة كمان، ويخلصوا وتطلب 30,000 وحدة كمان، يبقى أنت هتخزن قد إيه في المصنع؟ 30,000 وحدة، يبقى عدد الوحدات بتاعة التخزين قلت، فتكلفة التخزين هتقل. يبقى ممكن برضو نقول إن تكلفة التخزين بتقل مع زيادة أو عدد أوامر التوريد، يبقى كلما زاد عدد أوامر التوريد أو أوامر الشراء كلما قلت تكلفة التخزين وزادت تكلفة الشراء. يا رب نكون الكلام ده مفهوم. طيب هناك علاقة عكسية بين حجم أمر التوريد الواحد وبين عدد مرات الشراء، زي ما قلت لك أنت دلوقتي لما تزود عدد مرات الشراء حجم أمر التوريد الواحد هيقل. خلاص، ال 120,000 وحدة دول اللي هو حجم أمر التوريد، أنت 120,000 وحدة دول لو طلبتهم على مرة واحدة يبقى هنا حجم أمر التوريد بتاعك 120,000
وحدة، عدد مرات الشراء مرة. طيب لو قللت حجم أمر التوريد ال 120 ألف ده خليته 60 ألف وحدة، يبقى كده عدد مرات الشراء هيبقى مش مرة واحدة، هيبقى مرتين، هتشتري 60 ألف وبعد كده 60 ألف كمان. طيب لو قللت حجم أمر التوريد بتاعك خليته 30 ألف وحدة، يبقى هتشترك على كام مرة؟ ال 30 ألف وحدة دول هتشتريهم على 4 مرات. يبقى كل ما حجم أمر التوريد بتاعك قل، أو كمية الشراء بتاعت أمر التوريد الواحد قلت، كل ما هيزيد عدد مرات الشراء أو هيزيد عدد أوامر التوريد. يبقى العلاقة هنا عكسية، كل ما حجم أمر التوريد بيقل كل ما بتزيد عدد مرات الشراء. تمام؟ يبقى كلما زاد حجم أمر التوريد، أي زادت كمية الشراء في المرة الواحدة، كلما قل عدد مرات الشراء. بيقول لي هنا مثال: فإذا كان إجمالي الاحتياجات السنوية، أنت محتاج في السنة 2400 وحدة، وحددت الكمية المناسبة للشراء على أساس 400 وحدة في المرة الواحدة، يعني أنت في المرة الواحدة هتجيب 400، وأنت في السنة بتحتاج 2400، تمام؟ فإن عدد مرات الشراء في العام هتشتري كم مرة؟ ال 2400 وحدة دول، أنت عرفت إن المرة الواحدة بتجيب 400، وأنت محتاج 2400، يبقى أنا كده محتاج أشتري كم مرة؟ كم عدد أوامر التوريد؟ يبقى هقول ال 2400 دول أقسمهم على ال 400 بتوع المرة الواحدة. أنا عايز 2400 وحدة، في المرة الواحدة هقدر أجيب 400، أو مقاسم على 400 يديني 6 مرات، يبقى أنا خلال السنة هعمل 6 أوامر توريد. طيب وإذا يبقى هنا ممكن برضو من خلال أجيب الرقم ده من خلال المعادلة، عدد مرات الشراء في العام، نطلع فوق كده أهو، هنا أهو عدد أوامر التوريد اللي هي عدد أوامر الشراء أو عدد مرات الشراء بيساوي إجمالي الاحتياجات السنوية على حجم أمر التوريد النموذجي. طيب هنا هو قال لي أهو إجمالي الاحتياجات السنوية 2400، وحددت الكمية المناسبة للشراء على أساس 400 وحدة في كل مرة، أي للأمر الواحد، يبقى ده الحجم النموذجي، أنا في المرة الواحدة بطلب 400، يبقى مقاسم ال 2400 على ال 400 يديني 6 مرات. طيب إذا افترضنا إن تكلفة أمر التوريد الواحد، أنت دلوقتي 6 مرات أهو، طب الأمر الواحد من دول بيكلفك 3 جنيه، يبقى أنت هتتكلف قد إيه توريد؟ يعني تقوم ضارب الست مرات في 3 جنيه، أنت هتطلب 6 مرات وفي المرة الواحدة بتتحمل 3 جنيه، يبقى 6 في 3 ب 18 جنيه، يبقى دي تكلفة التوريد أو بنسميها تكلفة الشراء. لو طلعت فوق أهو تكلفة الشراء أو تكلفة التوريد بتساوي عدد أوامر الشراء في تكلفة إصدار الأمر الواحد، عدد أوامر الشراء كام؟ 6، تكلفة إصدار أمر التوريد الواحد 3، يبقى هضربهم في بعض 6 في 3 ب 18 جنيه، يبقى ده تكلفة التوريد أو بنسميها تكلفة الشراء. طب لو جمعت تكلفة الشراء زائد تكلفة الاحتفاظ بالمخزون هيديني إجمالي التكاليف الكلية أو التكلفة الكلية، يبقى التكلفة الكلية بتساوي إجمالي تكلفة الاحتفاظ بالمخزون زائد التكلفة السنوية للشراء. طيب وعلى العكس، يبقى هنا خدنا مثال: لو أنا محتاج 2400 وحدة وفي والمرة الواحدة بجيب 400 وحدة، خلاص يبقى بقسم 2400 على 400 هيديني 6 مرات أو 6 أوامر توريد. طب لو أنا بقى الاحتياجات السنوية بتاعتي 2400، وحددت الكمية المناسبة للشراء بمقدار 800 وحدة، يعني في المرة الواحدة بطلب 800 وحدة، يبقى أنا كده هطلب كام مرة؟ هقول 2400، يبقى عدد أوامر الشراء بتساوي إجمالي الاحتياجات السنوية على حجم أمر التوريد الواحد أو الحجم النموذجي للتوريد، يبقى 2400 على 800 هيديني 3 أوامر شراء. خلاص؟ طيب بمعنى أن هناك انخفاض في عدد أوامر الشراء نتيجة لزيادة كمية الأمر الواحد. يبقى هنا ممكن أقول إيه الاختلاف بين الحالة دي والحالة دي؟ إن كل ما زادت كمية التوريد في الأمر الواحد أو زادت كمية الشراء، كل ما قلت عدد مرات الشراء، وده اللي لسه كنا شارحينه في العلاقة دي. خلاص؟ جميل. طيب ولذلك لذا فإن تكلفة الشراء بقى هنا عدد أوامر التوريد 3 أوامر. طيب وانا المره الواحده بتكلفني كام؟ اذا افترضنا ان تكلفه امر التوريد واحد 3 جنيه، يبقى اضرب ال 3 دي في ال 3 جنيه هيديني 9 جنيه، يبقى دي تكلفه الشراء في الحاله الثانيه. طيب
بمعنى هنشرح الكلام اللي فات تاني، هنعيد الكلام ده، وهذا يعني انخفاضا في إجمالي تكلفة الشراء السنوية صاحب الزيادة في حجم أمر التوريد وانخفاض عدد الشراء في السنة. يعني إيه؟ يعني إجمالي تكلفة الشراء السنوية بينخفض لما بيزيد حجم أمر التوريد الواحد. خلاص، حجم أمر التوريد، بدل ما أنا كنت بطلب 400 وحدة في المرة الواحدة، طلبت 800 وحدة في المرة الواحدة. فده لما طلبت 800 وحدة في المرة الواحدة، ما بقتش عندي 6 أوامر توريد، بقى عندي 3 أوامر توريد بس. فبالتالي اتخفضت تكلفة الشراء، يبقى بتنخفض إجمالي تكاليف الشراء نتيجة الزيادة في حجم أمر التوريد وانخفاض عدد مرات الشراء في السنة. طيب، وبالتالي يمكن تمثيل العلاقة بين إجمالي تكلفة الشراء السنوية وبين كمية الشراء في السنة. يعني أنا دلوقتي لو كل لما هتزيد كمية الشراء بتاعتي، كل لما هتقل التكاليف. خلاص، يبقى كمية الشراء في المرة الواحدة لما بتزيد، كل لما هتقل معايا التكاليف. طب نيجي بقى لتكلفة التخزين. هقول احنا برضو قلنا كل لما كمية الشراء بتاعتي بتزيد، كل لما تكاليف التخزين بتاعتي هلاقيها بتزيد. خلاص، يبقى انا لو انتقلت النقطة دي، هطلع كده واجي كده، هلاقي تكاليف عندي. انا بقيت هنا في الجزء ده عند التكاليف. طيب، لو طلبت هنا هطلع كده، ولا انا في الجزء ده عند التكاليف. خلاص، يبقى كل ما كمية الشراء زادت، كل ما تكاليف التخزين زادت، يبقى هنا علاقة طردية. طيب، وفي بالنسبة للشراء، انا كده اتكلمت عن تكلفة التخزين. طب تكلفة الشراء بقى، كل ما كمية الشراء زادت، كل ما لقيت ان التكلفة، انا هو تكلفة الشراء اهو هنا، دي تكلفة، دي كمية الشراء، لقيت ان تكلفة الشراء اهو زيادة. طب زودت كمية الشراء، هاجي هنا الاقي نفسي هنا، انا لقيت نفسي هنا اهو، يبقى هنا كل ما زود كمية الشراء، كل ما تكاليف الشراء قلت. خلاص، يبقى هنا العلاقة عكسية. طيب، نيجي لمثال على الجزء بتاع الطريقة البيانية لتحديد الكمية المناسبة للشراء. طيب، قبل ما نبدأ المثال بتاعنا، احنا اتفقنا من الرسمتين دول ان كمية الشراء كل ما زادت كمية الشراء، كل ما تكاليف الشراء بتاعتي قلت. كل ما اتجهت كده، يعني كمية الشراء زادت، او المنحنى اهو، كل ما كمية الشراء زادت، كل ما الاقي التكاليف بتاعتي بتقل، انا بتحرك اهو كده ناحية كمية الشراء، يبقى كمية الشراء بتزيد، كل ما الاقي التكاليف بتاعتي بتنزل لتحت. خلاص، وهنا ده المنحنى بتاع تكاليف التخزين. فلو بصيت هنا، كل ما كمية الشراء زادت، كمية الشراء بتزيد، كل ما تكاليف الشراء هتزيد. طب لو جمعت المنحنيين دول حطيتهم في رسمة واحدة زي الرسمة دي كده، يبقى ده كده اهو، ده منحنى بتاع تكاليف الشراء. كل ما كمية الشراء بتزيد اهو كده، كل ما كمية الشراء، سوري، كل ما كمية الشراء بتزيد، كل ما تكاليف الشراء بتقل. ده كده منحنى الشراء. منحنى التخزين اهو، كل ما كمية الشراء بتزيد، كل ما تكلفة التخزين بتزيد. طيب، انهي افضل نقطة او الحجم الامثل لامر التوريد؟ هي النقطة اللي بيتقاطع فيها منحنى تكلفة، او منحنى كمية الشراء مع منحنى تكلفة التخزين. خلاص، منحنى التخزين، منحنى التخزين اهو، ومنحنى الشراء اهو. النقطة اللي بيتقاطع فيها منحنى الشراء مع منحنى التخزين، اللي هي النقطة دي، هنزل كده الاقي نفسي فين؟ هنا عند الكمية دي. يبقى هي دي الكمية المناسبة للشراء، او افضل كمية للشراء اللي عندها هتبقى اقل تكلفة ممكنة. خلاص، انا لو جمعت تكلفة عند النقطة دي كده اهي، النقطة هنا اللي هي 400 وحدة بقى، يبقى كمية الشراء، الحجم الامثل للشراء هنا، او الحجم الامثل لامر التوريد 400 وحدة في امر التوريد الواحد. خلاص، ال 400 دي بتمثل اقل تكلفة. لو انا اشتريت 400 وحدة، هتبقى تكلفتهم اقل تكلفة لو انا جمعت تكلفة بقى الشراء بتاعت امر التوريد بتاع ال 400 وحدة دول، زائد تكلفة تخزين ال 400 وحدة دول، هيديني التكلفة الكلية. يبقى ده كده اهو، ده منحنى التكلفة الكلية، ده اهو منحنى التكلفة الكلية.
طيب التكلفة بتاعتي هنلاقي النقطة دي بتتقاطع، نقطة التقاطع بتاع منحنى الشراء ومنحنى التخزين هنلاقيها لو مديت خط كده هتبقى دي أقل نقطة أو النقطة الأصغر على منحنى التكلفة الكلية. يبقى تتحدد الكمية المناسبة للشراء أو الكمية الاقتصادية عند تقاطع منحنى تكلفة الشراء مع منحنى تكلفة التخزين. خلاص؟ طيب عند هذا التقاطع تكون التكلفة الكلية لقينا أهو والممثلة لتكلفة الشراء والتخزين معا أقل ما يمكن وممثلة لقاع المنحنى. خلاص؟ قاع المنحنى أهو هنا أهو، هنا تبقى أقل تكلفة ممكن. خلاص؟ طيب الكمية الاقتصادية وفقا للرسم البياني السابق تساوي 400 وحدة. خلاص؟ يبقى هنا الكمية الاقتصادية أهو 400 وحدة. خلاص؟ فإذا كان إجمالي الاحتياج السنوي هو 2400 يبقى هقول 2400 وحدة ده الاحتياج السنوي على بقى أمر التوريد أو حجم أمر التوريد الواحد اللي أنا عرفته أهو إنه 400، أقول 2400 على 400 يديني 6 أوامر توريد. هنعيد المعادلات تاني اللي إحنا كنا لسه قايلينها من شوية، تكلفة الشراء بتساوي عدد أوامر الشراء في تكلفة إصدار الأمر الواحد، يعني 6 أوامر شراء دول عدد الأوامر، أضربهم في تكلفة إصدار الأمر الواحد، الأمر الواحد بيكلفني قد إيه؟ هيبقى كده هيديني تكلفة الشراء. تكلفة التخزين بتساوي متوسط المخزون في التكلفة السنوية لتخزين الوحدة. متوسط المخزون بيساوي حجم أمر التوريد على 2. خلاص؟ المعادلات دي طبعا دي مهمة جدا تحفظها كويس. طيب نيجي للمثال بقى اللي اتكلمنا عليه. بفرض ان المنشأة العامة للأدوات الكهربائية في حاجة إلى المادة ألف، يبقى دي مادة خام، وقد بلغ إجمالي الاحتياجات السنوية 1000 وحدة، إحنا في السنة عايزين 1000 وحدة. تكلفة إصدار أمر التوريد يبقى أمر التوريد الواحد 100 جنيه، يبقى أنا علشان أعمل أمر توريد واحد هتكلف 100 جنيه، بينما تكلفة الاحتفاظ بوحدة التخزين يعني تكلفة تخزين الوحدة الواحدة بيساوي 2 جنيه. تمام؟ والمطلوب تمثيل العلاقة بيانيا موضحا عدد أوامر التوريد وتكلفة الشراء والتخزين وتحديد الكمية الاقتصادية للشراء. هقوم أنا عامل الجدول اللي قدامي ده، طبعا أنا مخبي هنا البيانات عاملها بالأسود. تمام؟ طيب هقوم أنا راسم الجدول ده. أنا هنا عندي أكتر من حالة. الحالة الأولى إن أنا أطلب الـ1000 وحدة دول اللي هو الاحتياجات السنوية أطلبهم على مرة واحدة، أو أطلبهم على مرتين، أو أطلبهم على 3 مرات. يبقى أنا عندي أكتر من حالة. الحالة الأولى إن أنا أطلب أمر توريد واحد بالـ1000 وحدة دول. الحالة التانية إن أنا الـ1000 وحدة دول أطلبهم على مرتين. الحالة التالتة إن الـ1000 وحدة دول أطلبهم على 3 مرات. أنا دلوقتي عايز إيه؟ أنا عايز أحدد الكمية الأمثل للشراء. إيه هو حجم الشراء الأمثل؟ أنا عايز أطلب كم وحدة في المرة الواحدة؟ عايز أحدد لما أطلب كذا وحدة في المرة الواحدة ده يبقى هيكلفني أقل تكلفة شراء وتخزين ممكنة. خلاص؟ طيب فأنا عندي أكتر من حالة، الحالة الأولى والتانية لحد الحالة الأخيرة أكتر من حالة. في الحالة الأولى هطلب وحدة واحدة، الحالة التانية سوري في الحالة الأولى هيبقى عدد أوامر التوريد أو عدد الأوامر أمر واحد. طيب خلينا نبدأ بالترتيب. بعمل هنا مرات الحالة، عدد الأوامر، حجم الشراء، متوسط المخزون، تكلفة الشراء، تكلفة التخزين، والتكلفة الكلية. طيب في الحالة الأولى أنا هشتري الـ1000 وحدة دول على مرة واحدة، يبقى عدد أوامر التوريد هنا واحد. طيب يبقى حجم أمر الشراء الواحد بكام؟ انا حجم امر الشراء الواحد هيبقى 1000 وحدة، لان هطلب الـ1000 وحدة دول على مرة واحدة، يبقى حجم امر الشراء بيساوي 1000. طب الـ1000 دي جت منين؟ بقول عدد الاوامر. خلاص؟ بقول يبقى هنا حجم امر الشراء بيساوي الاحتياجات السنوية على عدد الاوامر. الاحتياجات السنوية كام؟ 1000 وحدة على عدد الأوامر هطلبهم على كم مرة؟ مرة واحدة، هيبقى 1000 على 1 بيساوي 1000. خلاص؟ يبقى ده كده حجم أمر الشركة. طيب
متوسط المخزون. احنا لسه قايلين ان المعادلة بتاعت متوسط المخزون بتساوي، متوسط المخزون بيساوي حجم امر التوريد على 2. هنزل كده اهو، ده امر الشراء، ده امر التوريد اهو، كام؟ 1000. هقوم قايل 1000 على 2، يبقى متوسط المخزون بيساوي حجم امر التوريد على 2، يبقى 1000 على 2 هيديني 500، يبقى ده متوسط المخزون. طيب تكلفة الشراء بتساوي، انا لما اشتري الالف وحدة دول على مرة واحدة هتكلف كام؟ يبقى هنا تكلفة اصدار امر التوريد بتساوي 100 جنيه. طيب الامر التوريد الواحد بيساوي 100. طيب انا هعمل كام امر توريد في الحالة الاولى؟ هو عدد اوامر التوريد واحد، يبقى تكلفة الشراء بتساوي عدد اوامر التوريد في تكلفة امر التوريد الواحد، عدد اوامر التوريد واحد. طيب تكلفة امر التوريد كام؟ 100، يبقى 100 في واحد هيديني كام؟ تكلفة الشراء ب100. تمام. طب تكلفة التخزين، بحسب تكلفة التخزين ازاي؟ بقول حجم امر التوريد في تكلفة التخزين او تكلفة الاحتفاظ بالوحدة الواحدة. خلاص. طيب يبقى هنا علشان نجيب المعادلة بتاعت تكلفة التخزين، التكلفة، لا يبقى ده، يبقى هنا التكلفة السنوية للاحتفاظ بالمخزون او تكلفة التخزين بتساوي متوسط المخزون في التكلفة السنوية لتخزين الوحدة الواحدة، يبقى متوسط المخزون في التكلفة السنوية لتخزين الوحدة الواحدة. طيب متوسط المخزون احنا كنا حاسبينه بكام؟ ب500. خلاص. هنضربه في تكلفة الاحتفاظ بالوحدة الواحدة 2، هتبقى 500 في 2 هيديني تكلفة التخزين ب1000 جنيه. يبقى انا كده بقى عندي، انا ممكن اخبي ده دلوقتي. خلاص. انا بقى عندي تكلفة الشراء وتكلفة التخزين، يبقى اجمالي التكاليف بتساوي، هجمع الاتنين دول، تكلفة الشراء زائد تكلفة التخزين، فالتكلفة الكلية بتساوي تكلفة الشراء اللي هي 100 زائد تكلفة التخزين بتساوي 1100. طيب الحالة الثانية، أنا هنا عدد أوامر التوريد هخليها 2، هطلب على مرتين، بدل ما أطلب على مرة واحدة هجرب أطلب على مرتين. أنا جربت لما لو طلبت على مرة واحدة التكلفة الكلية بتاعتي هتبقى 1100، طب لو طلبت على مرتين يبقى عدد أوامر التوريد بتاعتي 2. طيب حجم أمر الشراء الواحد، حجم أمر الشراء بتساوي الاحتياجات السنوية على عدد أوامر الشراء، الاحتياجات السنوية ب1000، عدد أوامر الشراء ب2، هيبقى 1000 على 2 هيديني كام؟ 500. خلاص. يبقى ده حجم أمر الشراء. متوسط المخزون بيساوي ايه؟ متوسط المخزون بتساوي حجم أمر الشراء على 2، يبقى أقول 500 على 2 هيديني كام؟ هيديني 250، يبقى ده متوسط المخزون. طيب هنا دلوقتي تكلفة الشراء، انت دلوقتي بقى تكلفة الشراء بتساوي عدد أوامر التوريد، يبقى انت كان عندك كام أمر توريد في الحالة دي؟ 2، في تكلفة إصدار أمر التوريد 100، يبقى عدد أوامر التوريد 2 أضربها في 100 هيديني كام؟ 200. خلاص. يبقى تكلفة الشراء بتساوي عدد أوامر التوريد في تكلفة إصدار أمر التوريد الواحد، يبقى 100 في 2 هيديني 200. طيب تكلفة التخزين بتساوي متوسط المخزون، يبقى أنا متوسط المخزون بتاعي كام؟ 250، هضربه في تكلفة التخزين أو تكلفة الاحتفاظ بالوحدة الواحدة اللي هو 2، يبقى هقول متوسط المخزون بتاعي 250 هضربه في 2 هيديني كام؟ 500، يبقى ده تكلفة التخزين. عايز التكلفة الكلية، أقوم جامع 200 اللي هي تكلفة الشراء زائد تكلفة التخزين هتديني الايه؟ 700، 200 زائد 500 هيديني 700.
طيب اجرب لو طلبت على 3 مرات هيبقى عدد اوامر التوريد 3، حجم امر الشراء قد ايه؟ يبقى اقوم قايل بقى خلاص احنا عرفنا انا علشان اجيب حجم امر الشراء هيساوي اجمالي الاحتياجات اللي هي 1000 اقسمها على كام؟ على 3، يبقى 1000 على 3 هيديني حوالي 333، هي 333 وكسر، بس هقول حوالي 333 وحدة. خلاص؟ يبقى ده حجم أمر الشراء. متوسط المخزون بيساوي إيه؟ بيساوي حجم أمر الشراء على 2، يبقى 333 على 2 هيديني كام؟ حوالي 166 أو 166 وكسر، هيبقى 166. خلاص؟ ده كده جبت متوسط المخزون. طيب تكلفة الشراء، تكلفة الشراء بتساوي عدد أوامر التوريد في تكلفة الأمر الواحد، عدد أوامر التوريد كام؟ 3، تكلفة إصدار أمر التوريد الواحد كام من فوق أهي؟ ب100، يبقى 3 في 100 هتديني كام؟ 300. طيب تكلفة التخزين، تكلفة التخزين بتساوي متوسط المخزون هضربه في تكلفة الاحتفاظ بوحدة التخزين. متوسط المخزون 166 هضربه في تكلفة الاحتفاظ بوحدة التخزين اللي هي 2، يبقى 166 في 2، 166 و6 من 10 هي دي هتطلع لك كسر، يعني احنا شلنا الكسر. طيب يبقى 166 في 2 اللي هي تكلفة الاحتفاظ بوحدة التخزين هتديني كام؟ 333. طيب عايز اعرف التكلفة الكلية بتساوي كام؟ اقوم قايل التكلفة الكلية بتساوي تكلفة الشراء زائد تكلفة التخزين هتديني كام؟ 633. هنعيد العملية دي لآخر مرة. خلاص؟ هطلب هنا على 4 أوامر توريد، يبقى الحالة الرابعة إن أنا هخلي عدد أوامر التوريد 4. طب لما يبقى عدد أوامر التوريد 4 حجم أمر التوريد الواحد أو حجم أمر الشراء هيبقى بكام؟ يبقى حجم أمر الشراء بيساوي الاحتياجات السنوية اللي هي 1000 هقسمها على 4 هيديني 250. يبقى أنا في المرة الواحدة هطلب 4 مرات، في المرة الواحدة هطلب 250 وحدة. متوسط المخزون بيساوي حجم أمر التوريد على 2، يبقى 250 على 2 هيديني 125. طيب تكلفة الشراء بتساوي عدد أوامر التوريد في تكلفة إصدار الأمر الواحد، هيبقى 4 في 100 بكام؟ ب400. شيل دي كده هلاقيها 400. طيب تكلفة التخزين بتساوي متوسط المخزون اللي هو 125 بضربه في تكلفة الاحتفاظ بوحدة التخزين، يبقى 125 في 2 هيديني كام؟ 250. طب يبقى أنا كده جبت تكلفة الشراء وتكلفة التخزين، أجمع تكلفة الشراء زائد تكلفة التخزين هلاقيها كام؟ 650. يبقى 400 زائد 250 يديني 650. وهكرر العملية دي في الحالة الخامسة لو أنا هطلب على 5 مرات. على عدد الأوامر التوريد 5، الحالة السادسة لو أخلي عدد أوامر التوريد 6، وهكرر نفس الحسبة اللي عملناها في الجدول بتاعنا. طيب هنلاحظ إيه من الجدول ده؟ هنلاحظ إن التكلفة الكلية للشراء لما كان عدد أوامر التوريد أمر واحد، التكلفة الكلية كانت 1100 جنيه. طب لما خليت عدد أوامر التوريد بتاعتي 2، بقت التكلفة الكلية قلت، بقت 700 جنيه. يبقى هطلب على مرتين. طب لو هطلب على 3 مرات التكلفة الكلية بتاعتي بقت 633 جنيه، بقت التكلفة الكلية قلت. طيب لو هطلب على 4 مرات التكلفة الكلية بتاعتي بدأت ايه ده؟ بدأت تزيد تاني، دي كانت 633 بدأت تزيد بقت 650. طب لو 5 مرات بقت 700، يبقى هترجع في الزيادة مرة تانية. يبقى أفضل حجم للشراء هنا أو أفضل حجم أمر توريد هنا اللي هو إن أنا ال 333 وحدة، وهو إن أنا أطلب على 3 مرات. ليه ده أفضل؟ لأن ده الأقل في التكلفة الكلية.
يا رب نكون فاهمين. طيب لو سيبنا من الرسمة دي، لو خدنا المنحنى ده بس، ده منحنى التكاليف الكلية. طب احنا من الجدول ده نقدر نقول ان كل ما زادت عدد اوامر التوريد، او خلينا زادت كمية الشراء، هنا كل ما كمية الشراء عندي كانت 1000 قلت بقت 500، سوري يبقى هنعيد من الأول. يبقى هنا هنلاحظ من الجدول ده إن كمية الشراء لما كانت 100 وحدة في أمر، يعني أنا هشتري 100 وحدة في الأمر الواحد، هنا كمية الشراء كانت 100، لقيت إن تكلفة الكلية بتاعتي 1100 جنيه. طيب لما زودت كمية الشراء في أمر التوريد الواحد، لقيت إن التكلفة الكلية بتقل. زودت كمية الشراء أكتر، لقيت التكاليف بتقل أكتر، بعد كده بتقل أكتر، قلت بعد كده هنا كل ده. أنا كل ما بزود في، خلينا نلاحظ كده، كل ما بزود في كمية الشراء كل ما بلاقي التكلفة الكلية إيه اللي حصل لها هنا أهو. أنا كانت 100 بقت 125، زودت خليتها 167، بعد كده 200، بعد كده 250. فكل ما حجم أمر الشراء زاد هلاقي التكاليف الكلية بتاعتي بتقل لحد النقطة دي. أنا كده من 250 ل 333 أنا زودت برضو، و 650 قلت. طيب لو زودت بقى تكلفة لو زودت كمية الشراء من 333، أو زودت كمية الشراء عن 333، هلاقي التكلفة الكلية مش بتقل، دي بدأت ترجع تزيد تاني، وده اللي هيبينهولي المنحنى بتاع التكاليف الكلية. عشان أنا هنا بتكلم عن التكاليف الكلية أهو، ده المنحنى بتاع التكاليف الكلية. نركز على المنحنى ده كأنه هو مرسوم لوحده بتاع التكاليف الكلية ده، خلاص؟ منحنى التكاليف الكلية احنا قلنا اهو، كل ما بزود في الكمية، انا كده بزود في الكمية هلاقي التكاليف ايه؟ بتقل. ازود في الكمية هنا التكاليف تقل، ازود في الكمية التكاليف تفضل تقل 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 لحد نقطة معينة، اللي هي النقطة دي اللي هي 333، اللي هو الحجم الأمثل للشراء. هنا لما اجي ازود عن الحجم الامثل للشراء هلاقي التكاليف مش بتقل، دي بدأت ترجع تزيد تاني، خلاص؟ وده اللي بينه لي الجدول، ان الكميه لما كانت 100 انا عمال بزود في الكميه والتكاليف بتقل، هنا اهو بزود في الكميه والتكاليف بتفضل تقل، التكاليف الكليه، خلاص؟ لحد ما ازود عن الكميه الامثل للشراء اللي هي ال 333، اول ما ازود عن ال 333 الاقي التكلفه الكليه عندي بتزيد، خلاص؟ لما ازود اهو عن، لما ازود الكميه عن 333 هلاقي التكلفه الكليه بتاعتي بتزيد. يبقى نستخلص مما سبق ان الكميه الاقتصاديه او المناسبه للشراء تتحقق عند تقاطع منحنى تكلفه الشراء، ده قلناه على الرسمه اللي فاتت اللي كانت شبه دي بس من غير ارقام. الكميه المناسبه للشراء هي اللي بتتحدد عند تقاطع منحنى تكلفه الشراء مع منحنى التخزين او تكلفه التخزين، خلاص؟ يبقى الكمية الاقتصادية المناسبة للشراء تتحقق عند تقاطع منحنى تكلفة الشراء مع منحنى تكلفة التخزين، وعند هذا التقاطع فإن الكمية المناسبة بتعتبر 333 وحدة. عند الكمية 333 فإن التكلفة الكلية للشراء والتخزين تكون أقل ما يمكن، اللي هي 633، أو التكلفة الكلية هنلاقيها 633، خلاص؟ يبقى عند الكمية دي هتكون التكلفة الكلية أقل ما يمكن لـ 633، وتمثل أدنى نقطة أو مساحة في قاع المنحنى. قاع المنحنى أهو، أمشي من المنحنى لحد المحور بتاع التكاليف ألاقي 633. طيب عند هذه الكمية تتساوى أو تتقارب تكاليف الشراء مع تكاليف التخزين، وهي 300 و333. يبقى عند الحجم الأمثل للشراء اللي هو 333 وحدة، هنلاحظ في الجدول هنا إن تكلفة الشراء بتتساوى مع تكلفة التخزين، أو بتبقى قريبة جدا من تكلفة التخزين. فلو بصيت هنا هو لتكلفة الشراء 300
وتكلفة التخزين 333. طب لو في الحالات التانية، لو أنا هطلب 1000 وحدة في الأمر الواحد، لو لاحظت كده الفرق بين تكلفة الشراء وتكلفة التخزين، لدى الفرق 900، وهنا الفرق 300، هنا الفرق 3، يبقى ده أقل فرق. يبقى في الحجم الأمثل للشراء بتتساوى تكلفة الشراء مع تكلفة التخزين، أو بتتقارب بدرجة كبيرة جدا تكلفة الشراء مع تكلفة التخزين. بكده نكون خلصنا الطريقة الأولى، وهي الطريقة البيانية في تحديد الحجم الأمثل للشراء. خلاص، نخش على الطريقة التانية اللي هي طريقة الدليل الرياضي أو الأسلوب الجدولي، والطريقة دي الدكتورة لغتها مش هنتناولها في الفصل ده. يبقى هنبدأ كده في الطريقة الثالثة، وهي استخدام المعادلات الجبرية في تحديد الكمية الاقتصادية للشراء. نيجي للطريقة التانية بقى، وهي استخدام المعادلات الجبرية في تحديد الكمية الاقتصادية للشراء. الطريقة اللي فاتت كنا ممكن نستخدم فيها معادلات رياضية أو رسم بياني. يعني الطريقة إما الرسم البياني بحدد فيه الكمية الاقتصادية للشراء، أو معادلات رياضية زي المعادلات اللي عملناها في الجدول دي كلها، دي معادلات رياضية. لما قلنا حجم أمر الشراء بيساوي عدد بيساوي الاحتياجات اللي هي 1000 وحدة على عدد الأوامر، كل المعادلات دي معادلات رياضية حلينا بيها أو وصلنا بيها للجدول ده، ومن خلال الجدول عرفنا أو حددنا الكمية الاقتصادية للشراء اللي هي 633. طيب، وقلنا إن الطريقة بتاعت الدليل الرياضي ملغية مش علينا. طيب، الطريقة الثالثة أو التانية اللي أنت هتدرسها بقى هي استخدام المعادلات الجبرية. أنا هنا عايز حضرتك تحفظ معادلتين زي اسمك، المعادلة الأولى والمعادلة الثانية. المعادلة الأولى بتقول لك كاف اللي هي الكمية الاقتصادية بتساوي 2، أو بتساوي الجذر التربيعي لكل اللي جاي ده، الجذر التربيعي لـ2 مضروبة في تكلفة إصدار أمر التوريد الواحد في إجمالي الاحتياجات السنوية على تكلفة التخزين السنوية. خلاص، يبقى أنت هنا في المعادلة دي محتاج فيها 3 مجاهيل، اللي هي المجهول الأول تكلفة إصدار أمر التوريد الواحد، الثاني إجمالي الاحتياجات السنوية، تكلفة التخزين السنوية للوحدة الواحدة. بقى معاك الثلاثة دول، يبقى أنت وصلت كده للكمية الاقتصادية. طيب، لو لقيت تمرين، لأن يعني كتير الدكتورة نظيمة بتكرر ده، إن تجيب تمرين في الـ3 معطيات دول وتزود لك عليهم معطيات أنت مش محتاجها. فأنت خلاص طالما لقيت اللي أنت محتاجه، اللي هو تكلفة إصدار أمر التوريد، إجمالي الاحتياجات السنوية، تكلفة التخزين السنوية، هتعمل المعادلة دي هتوصل للكمية الاقتصادية ومش محتاج باقي البيانات. خلاص، يعني ممكن دكتورة نظيمة تجيب لك بيانات انت مش ما تحتاجهاش في التمرين عشان تتأكد ان انت فاهم او حافظ المعادلة او عارف ازاي تجيب الكمية الاقتصادية. طب الفرق بين المعادلة دي والمعادلة التانية، هي نفس المعادلة، الجذر التربيعي لـ2 في معدل الاستخدام السنوي اللي هو إجمالي الاحتياجات السنوية الـ2:1 مضروبة في تكلفة إصدار أمر التوريد. هنا أهو تكلفة إصدار أمر التوريد، على هنا بقى الاختلاف، بدل ما بحط تكلفة التخزين السنوية للوحدة بحط نسبة تكاليف التخزين في سعر الوحدة، وبرضو الدكتورة هتجيبهم لك في التمرين، يعني ده هيجي لك معطيات. طيب، يبقى هنا هيجي لك 4 معطيات، المعادلة اللي فوق 3 معطيات. خلاص، يبقى هتستخدم البيانات اللي هتجيلك هتحل بيها التمرين وخلاص. طيب، يبقى مثال على المعادلة الأولى، إذا كان إجمالي قيمة الاحتياجات السنوية بشركة إنتاج البطاريات 3000، وتكلفة إصدار أمر التوريد 5، وكانت تكلفة التخزين 3، فإن الكمية الاقتصادية أو النموذجية الطلبية الواحدة من هذا الصنف يمكن حسابها وفقا لأسلوب المعادلات كما يلي. طيب، يبقى هنا هتقول المعادلة بتاعتك الكمية الاقتصادية اللي هي الكاف بتساوي 2 في تكلفة إصدار أمر التوريد الواحد اللي هي 5،
اجمالي الاحتياجات السنويه 3000. طبعا عارفين الضرب، انا ممكن ابدل بين الاثنين او ال 3000، مش لازم الترتيب في عمليه الضرب طالما في ضرب بس. خلاص يبقى 2 في 3000 اللي هي اجمالي الاحتياجات السنويه في الخمسه اللي هي تكلفه اصدار امر التوريد، هقسمهم على تكلفه التخزين للوحده، يبقى تكلفه التخزين السنويه للوحده 3 جنيه، يبقى اعمل الجذر على الاله واعمل الكسر، اقدر اعمل فوق في البسط 2 في 3000 في 5 على 3، هيطلع لي 100 جنيه. الكميه ب 100، يبقى دي الكميه الاقتصاديه. خلاص طيب، وعند هذه الكميه اللي ده بيطلع لي هنا بالقيمه مش بالكميه. طب وعند هذه الكميه تكون التكلفه الكليه للشراء والتخزين عند اقل مستوى ممكن، كما انه يمكن حساب الكميه الاقتصاديه لامر الشراء برضو باستخدام المعادله التاليه. يبقى انت استخدم انهي معادله على حسب المعطيات اللي هتجيلك في التمرين. لو جالك تكلفه التخزين السنويه للوحده كده كده البسط واحد في المعادلتين. طيب لو لقيت البيانات عندك فيها تكلفه التخزين السنويه للوحده، خلاص يبقى انت ممكن تستخدم المعادله اللي فوق. لقيت تكلفه التخزين السنويه للوحده مش موجوده، بس موجود نسبه التكاليف التخزين وسعر الوحده، يبقى استخدم المعادله الثانيه. طيب نشوف المثال الثاني. بضوء البيانات التاليه المطلوب تحديد الكميه النموذجيه للطلب وعدد اوامر الشراء المثلى لشركه مصر للصناعات الهندسيه. معدل الاستخدام السنوي من الصنف ألف 1000 وحدة، يبقى ده معدل الاستخدام اللي هو إجمالي الاحتياجات أو الاحتياجات السنوية. خلاص هو معدل الاستخدام. كمية الطوارئ عندك في المثال ده أو في المعادلة دي كمية طوارئ؟ لأ، يبقى أنت مش محتاج الرقم ده. خلاص طيب، تكلفة إصدار أمر التوريد، أنت هنا عندك تكلفة إصدار أمر التوريد، يبقى أنت محتاج الستة جنيه دي. يبقى طيب فترة الشراء شهر واحد، هل أنت محتاج شهر فترة الشراء في المعادلة دي؟ لا. سعر الوحدة من المواد 2 جنيه، انت سعر الوحدة محتاجه، يبقى هنا هتحط انت محتاج هنا سعر الوحدة. الحد الأقصى للمخزون 15000، انت محتاج هنا في المعادلة دي فيها الحد الأقصى للمخزون؟ لا، يبقى مش محتاج الحد الأقصى للمخزون. نسبة التكاليف التخزين 30%، يبقى انت هنا محتاج نسبة تكاليف التخزين. خلاص يبقى انت بيجيلك التمرين في كل المعطيات بتاعتك، انت تشوف على حسب المعطيات هتستخدم انهي معادله. ممكن تجي لك معطيات ازيد ما انت محتاج، ما تتلخبطش واختار المعطيات اللي انت محتاجها للمعادله بتاعتك بس، والباقي ممكن يبقى ملوش لازمه. خلاص طيب، هيبقى هنا هنحط 2 في معدل الاستخدام السنوي في تكلفه اصدار امر التوريد على نسبه تكاليف التخزين في سعر الوحده. الكلام ده كله تحت الجذر التربيعي، يبقى هتقول الجذر التربيعي 2 في معدل الاستخدام السنوي هو مديهولي ب 10000. خلاص ب 10000 اهي. طيب في تكلفه اصدار امر التوريد، تكلفه اصدار امر التوريد 6، يبقى هتحط 6 على نسبه تكاليف التخزين مديهالك ب 30%. طيب في سعر الوحده، مديهولك هنا سعر الوحده من المواد ب 2 جنيه، هتدوس على هتكتب الرقم بتاعك على الاله، هيطلع لك 22.2 أمر توريد. خلاص يبقى كده احنا خلصنا الطرق المستخدمة في تحديد الكمية الاقتصادية للشراء.